بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كان اليوم المقاطعه ديال زواغه رسات باش غادي تقدم واحد الدعم اربعه ديال الفرق اللي تاهلت مقابله السد من اجل الصعود الى قسم الهوات. واول مره كيتاهل في المنطقه ديالنا كيتاهلوا اربعه ديال الفرق لمقابله السد. حنا كما قلت لهم اربعه الفرق كلهم عندي بحال بحال، كلهم عندي في نفس المرتبه كي كيقولوا كلو ميور غاني. كنتمنوا فريق يطلع من هاد الربعه باش على الاقل يمثل المنطقه ديالنا اللي كتعرفوها كتزخر بالمواهب وكتزخر بطاقه شابه. وان شاء الله هاد السنه يطلع فريق والسنه المقبله كذلك ونمشيو، لان احنا الهدف ديالنا هو النهوض بكره القدم في هاد المنطقه اللي كتغدي لجميع الفرق ديال فاس وكذلك الفرق المغربيه. فين ما مشيتي فرق ديال المغرب كتلقى كاين ولاد بن سوده ولاد زواغه مع الفرق، وخير دليل بزاف ديال الاسماء اللي كتنشط في البطولات. اليوم عيطنا لهاد اربعه الفرق، سبقناهم كي كيقولوا هما الاولى نظرا لمقابله السد اللي عندهم. وهاد المساله غادي تتعمم على جميع الفرق ديال المقاطعه ديال كره القدم، الفوتسال، التايكواندو، جميع الفرق او مبتوري الاطراف كذلك، باش هذه المساله غادي تتعمم على الكل باش يستافد من هذه اللوازم الرياضيه، بما في ذلك الجمعيات اللي منضويه تحت ديال الجامعات ديالهم كالتايكواندو ولا الكاراتيه ولا كاع الجمعيات غادي نشوفوهم، والفوتسال، كل شيء غادي يستافد من هاد اللوازم الرياضيه. وكما وعدت انا الاخوان في ديال كره القدم بان غادي نشوفوا مع السيد العمده باش والاخوان في الجامعه باش يتبرمج واحد المنحه لهذا الفرق، لان كتعاني وكتعاني بزاف. وحنا اول وحدين لا حنا لا النواب ولا الاعضاء ولا الناس ديالنا هذا المكتب كل شيء عارف بان هذا العبء اللي عند هاد الناس راه في الحقيقه يستحقوا حتى هما تكون عندهم منح تحفيزيه باش هما يشتغلوا، لان الرياضه فن نبيل، والرياضه هي اللي كتجعل الانسان ما يمشيش للانحراف. والحمد لله هاد البادره قمنا بها اليوم باش بعد اولا نعطيو الاعتبار لهذ الاربعه ديال الفرق اللي كيستاهلوا واشتغلوا السنه كلها وكي كيقولوا ضربوا تماره باش وصلوا لهاد المقابله ديال السد. دابا حنا كنقولوا لهم اجتهدوا وحنا معاكم كمقاطعه غنتعاونوا، وهذا الشيء راه غادي يتعمم على كل شيء، راه كل شيء الجمعيات اللي كاينين الرياضيه كلهم غيستافدوا بدون استثناء، غير انما اليوم درنا هاد بما انهم تاهلوا للسد كان خصنا لابد نديروا واحد الالتفاته كسبقناهم، وغادي نعاود نشوفوا مع جميع الفرق اللي كاينين. وكنشكر المنابر الاعلاميه اللي غطات هذا الشيء، والمنابر الاعلاميه الهادفه، المنابر الاعلاميه كي كيقولوا النقيه اللي كتعرف تشتغل وكتشتغل بكل روح وطنيه. وكنشكركم بزاف على الحضور ديالكم. شكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.